ايه احسن جيل وبنلاقينا مش عارفين نجاوب؟ محدش هيعرف يجاوب، وهي ما تحسبش كده ابدا. الجيل بيتحسب بالنتائج بتاعته مش بالافراد. طب بالنتائج؟ بالنتائج هتقولي الجيل بتاعنا بتاع 72 اللي هو اخد كاس عالم، وجيل 2000 اللي هو اخد كاس عالم. في اجيال تانية كويسه جدا، يعني جيل 88 خد رابع عالم، جيل 90 خد رابع عالم، جيل 92 خد خامس عالم، 94 خد رابع عالم. يعني كل دول خدوا رابع عالم، فبرضه نتائجهم ممتازه، خدوا بطوله افريقيا، خدوا بطوله عربيه، فما شاء الله نتائج الهاندبول على مستوى الناشئين والشباب جيده جدا. اللي ممكن تقدري تقولي ان هو مش كويس، ان هو مثلا لما جيل يحقق تاني افريقيا، مش اول مش افريقيا أول. جيل يطلع مثلا في مركز مش في الثمانيه الاوائل، تقولي مثلا الجيل ده ما عملش بطوله كويسه. لكن ممكن تكون الظروف مش مساعده، فعشان كده بقول ان المقارنه ظالمه. لو انا اقول ان الجيل ده ولا الجيل ده ولا الجيل ده، لا خالص، كل واحد عنده بالظبط. لا، والدنيا كمان بتختلف، علم التدريب بيختلف، سرعه كره اليد نفسها اختلفت من بطوله لبطوله. بيتعمل احصائيات على السايت بتاع الاتحاد الدولي، سرعه الهجمه قد ايه، عدد الاهداف المسجله قد ايه، كل الكلام ده بيديهم انطباعات تانية. فانا ما اقدرش النهارده اقول الكلام ده. ممكن يجي لي جيل دلوقتي لعيب في جيل قوي جدا، بس الريتم بتاعه ما يوازيش الريتم بتاع الهاندبول دلوقتي، فهقول عليه وحش؟ لا طبعا، لكن هي ظروف اللعبه مختلفه. طيب، لو عرف يطوع نفسه للظروف دي هيبقى ممتاز.